يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المساجد الكبيرة تجهز الجنائز ثم توضع في المسجد ليصلى عليها بعد الصلاة المفروضة، وفي أثناء هذا يأتي أناس ويصلون عليها قبل الصلاة المكتوبة، فما حكم مثل هذا الفعل؟ لا بأس بذلك، الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، حسب الإمكان، فالذي بينتظر يصلي مع الجماعة أفضل، يصلي على الجنازة بعد الجماعة، بعد صلاة الجماعة هذا أفضل، اللي مثلا عند شغل يستدعي أنه يذهب يصلي عليه ويذهب، يصلي الجماعة في مسجد آخر. نعم.